فاز بيراميدز على ضيفه نكانا الزامبي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية على ملعب 30 يونيو الدفاع الجوي. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. وأصبح رصيد بيراميدز بعد المباراة 3 نقاط في قمة المجموعة الرابعة، ومعه الرجاء البيضاوي الذي فاز على أرضه أيضا بهدف نظيف ضد نامونجو التنزاني. وسجل أهداف بيراميدز اليوم محمود وادي بالدقيقة 2، إسلام عيسى في الدقيقة 9، محمد فاروق في الدقيقة 91 من عمر المباراة. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.